السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هيكون معانا فيديو مميز جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عن الموضوع النهاردة أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا. هتلاقوا منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن يعني فرصة كان التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة. وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة، وخدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزها تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي، أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا، يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان إن جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بموضوع النهاردة هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب خلينا بقى نتكلم عن موضوع النهاردة. أنا مش محضر طبعا مقال وصفي للموضوع، وإنما هنتكلم فيه مباشرة. طيب ده الموقع الرسمي لجامعة هارفارد، تمام؟ والموضوع بتاع النهاردة إن جامعة هارفارد بتقدم كورسات مجانية بشكل ممول بالكامل، تمام؟ الكورسات دي ممكن تساعد الأشخاص في حاجات كتيرة جدا، ممكن تعلي من الريت بتاعك في المنح مثلا، تساعدك في يعني نسبة القبول في المنح، خصوصا إنك هتكون واخد كورس من جامعة هارفارد في شغلك، في دراستك، في أي شيء. فكل الأشياء دي أو الكورسات دي هتساعدك في حياتك، تمام؟ جامعة هارفارد بتتيح ليك هنا 61 كورس مجاني ممول بالكامل هتدرس فيهم في مجالات مختلفة. وهنا دي عملية البحث، من خلال هتلاقي حاجة اسمها Subject Area. من خلال Subject Area دي هنا هتقدر انك تبحث في التخصص اللي انت عايزه وتختار الكورس اللي انت عايزه. يعني مثلا في الداتا ساينس هتلاقي مجموعة كورسات خاصة بالداتا ساينس، في البيزنس هتلاقي، في الماثماتكس هتلاقي، في الساينس education، حتى كمان في الميديسن موجود، الميديسن موجود والهيلث موجود. يعني هتلاقوا هنا الهيلث والميديسن كمان، وحاجات مختلفة كتير جدا وتخصصات كتيرة جدا. هنا هتلاقي البرايز ومكتوب هنا فري او بيد، يعني تقدر تشوف الكورسات مدفوعة او مجانية. وطبعا انا معلم صح قدام الفري، يعني كل الكورسات اللي على الصفحة دي هتلاقوها بشكل مجاني بالكامل. وهنا بتختار حضرتك انت عايز تبدأ الكورس ده حاليا، يعني تبدأوا من الايام دي او تبدأوا الاسبوع الجاي او الشهر الجاي او بعد 3 شهور 6 شهور سنة، يعني بتختار الوقت اللي انت عايزه. بتختار السكول انت عايز تدرس في جامعة هارفارد او تاخد الكورس ده من اي فاكولتي بالظبط، يعني خاصة بالبيزنس ولا خاصة باللو ولا خاصة بايه بالظبط. وهنا حضرتك بتختار الديوريشن بتاعة الكورس، عايز كورس مثلا مدته اسبوعين، من اسبوعين لاربع اسابيع، من اربع اسابيع لثمان اسابيع، يعني حاجة ممتازة جدا. ودي الديفيكالتي، يعني بالنسبة لمستوى الكورس، هل انت عايز كورس مثلا بيتكلم عن البيزنس بالنسبة للمبتدئين، يشرح البيزنس للمبتدئين، او انترميديت المتوسطين، او ادفانسد يكون كورس متقدم للاشخاص اللي عندهم خبرة كبيرة، يعني صراحة حاجة ممتازة جدا. طيب هنا بقى ال 61 كورس دول في كل المجالات، تمام؟ حضرتك هتلاقي الصفحة دي فيها كل الكورسات، وهتيجي هنا هتلاقي قدام كل كورس مكتوب عليه فري، مكتوب عليه ان هو مثلا افيلبل ناو، او مثلا ممكن يكون متاح بعد اسبوع زي ما كنا اتكلمنا، او شهر او ما الى ذلك. ومده الكورس ده مثلا 12 اسبوع، هنا نفس النظام فري، مده الكورس ده 12 اسبوع. وطبعا مده الكورس بتختلف، مثلا ده 4 اسابيع، ده 13 اسبوع، يعني كل كورس بيختلف. طيب انت حضرتك هتقعد تدور في ال 61 كورس دول، حاجه متعبه. الجامعه هنا محدده لك اريا تقدر تبحث فيها. فمثلا لو انا عايز ابحث في الساينس عن كورس معين اخده في الساينس، فاجي مثلا اعمل علامه صح على الساينس، تمام؟ هيطلع لي كل الكورسات الموجوده في الساينس، يعني كل الكورسات الموجوده في الساينس هتظهر عندي دلوقتي بكل التفاصيل بتاعتها، بايه الاشياء اللي انا هقدر اتعلمها من الكورس ده، كل حاجه هتظهر. حضرتك هتلاقي الكورسات اللي خاصه بالساينس هنا، يعني مثلا على سبيل المثال ده كورس خاص بالنيورو ساينس، لو مثلا علم الاعصاب، فانا مثلا مهتم بالكورس ده وعايز ادرسه، اعمل ايه؟ هتيجي تضغط على الكورس، تمام؟ تضغط عليه من هنا عشان يفتح معاك الصفحه اللي فيها تفاصيل الكورس وكل حاجه. هتلاقي هنا حضرتك كل تفاصيل الكورس، مدته 8 اسابيع، محتاج تدرس قد ايه، من 3 ل 5 ساعات اسبوعيا، تمام؟ الديفيكالتي بتاعه ايه، بالنسبه للكريدت هيكون في شهاده،
وبالنسبة بقى لموضوع الشهادة دي حاجة كويسة جدا، إن حضرتك بعد لما تخلص كل كورس هيكون في شهادة معتمدة مختومة ومنضية من جامعة هارفارد، محطوط عليها اللوجو بتاع الجامعة، يعني حاجة معتمدة جدا بتثبت إنك أخدت كورس من الجامعة. وطبعا جامعة هارفارد غنية عن التعريف ومن أوائل الجامعات على مستوى العالم، تمام؟ وهنا بقى بيقول لك بالنسبة لشرح الكورس، إيه اللي أنت هتستفيده من الكورس ده وإيه اللي أنت هتتعلمه، تمام؟ وكل التفاصيل هتلاقي هنا، وبتلاقي هنا الانستراكتور اللي هو المسؤول عن الكورس والمقدم الكورس ده، فاسمه هتلاقيه موجود والتفاصيل عنه، يعني حاجة ممتازة جدا. طيب حضرتك دلوقتي عايز تقدم للكورس ده او عايز تاخده، تعمل ايه؟ تيجي عند تيك كورس وتضغط عليها، تمام؟ هيفتح معاك صفحة جديدة اللي هو هيكون فيها بقى ازاي انت ممكن تسجل في الكورس ده، وايه البيانات اللي ممكن تحطها، وايه الاشياء اللي محتاجها. هنا هتلاقي هنا بعض التفاصيل اللي هو بقى ايه، تضغط على كلمة انرول، تمام؟ بيقول لك ان في 47,370 شخص اوريدي سجلوا في الكورس ده، يعني ناس كتيرة جدا مسجلة في الكورس ده، حاجة كويسة جدا. وبتيجي حضرتك بقى بتعمل هنا انرول، بتضغط عليها عشان انت تسجل في الكورس ده. يبقى دي الخطوات اللي انت هتتبعها عشان تشترك في اي كورس موجود على الجامعة هارفارد، تمام؟ وهنا عشان تشترك هتلاقي يظهر لك عندك بيقول لك لازم تعمل اكونت اول على الصفحه، فممكن تسجل بالفيسبوك بتاعك او بجوجل او المايكروسوفت، او ممكن تكتب بقى بياناتك وتعمل كرييت اكونت. وبعد لما حضرتك بتعمل كرييت اكونت بيبدا يدخلك بقى على الصفحه اللي فيها الكورس وكل التفاصيل بتاعتها تاني مره اخرى، وبيبدا معاك يمشي خطوه بخطوه وتبدا في الكورس بتاعك. يبقى الموضوع كله بسيط. نرجع تاني ونقول ان حضرتك بتشوف الكورس اللي انت عايزه من خلال الصفحة اللي احنا كنا فيها، ووضحنا ازاي ممكن تقدر تلاقي الكورس. بتخش على الكورس زي ده وبتلاقي كل التفاصيل، وهنا من حيث المدة، من حيث ان في شهادة. وبالاضافة كمان في حاجة لازم ازودها ووضحها، ان الشهادة اللي انت هتاخدها هي شهادة معتمدة ولكن مش هتكون مجانية. يعني بالنسبة للكورس، الكورس فري 100%، هتاخده بالمجان وهتستفيد من كل حاجة موجودة فيه، ولكن ما عدا الشهادة. الشهادة هتكون ليها رسوم، الشهادة طبعا هتوصلك لحد البيت بتاعك، يعني حاجة كويسة جدا. الشهادة رسومها بتختلف من كورس إلى آخر، ممكن كورس مثلا تبع البيزنس الشهادة بتاعته ممكن 10 دولار، ممكن كورس تبع الطب مثلا الشهادة بتاعته 30 دولار، يعني تكلفة الحصول على الشهادة بعد انتهاء الكورس بتختلف من كورس لآخر، تمام؟ طيب يعني حاجة ممتازة جدا. وقدام حضرتك زي ما وضحنا 61 كورس، انت قدامك 61 كورس تاخدهم، متاح فيهم كل شيء. يعني هنا لو احنا لغينا الساينس دي، نرجع تاني هنا ونلغي الساينس، هتلاقي ان ظهر قدامك 61 كورس. نعيد تاني، 61 كورس، حاجة ممتازة جدا. ده الفيديو بتاع النهاردة، كان بس شرح بسيط عن ان انت ممكن تقدر تستفيد من كورسات موجودة في جامعة من اقوى جامعات العالم. فاتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وبإذن الله تكون حاجة ممتازة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.